معلومة صحية وسريعة مع مونيك باسيلا زعرور. في كتير ناس بتسألني إذا المي الغازية منيحة وهل هي بتعتبر مي؟ أكيد 100%، وهي خبرية كتير منيحة. إذا كنتوا ما بتحبوا تشربوا مي عادي، فيكن تشربوا مي غازية. المي غازية ما فيها أي وحدات حرارية، صحية كتير منيح، وفيكن تتمتعوا فيها وتروا العطش تبعكن. والمنيح كمان بالماء الغازية أو ما يعرف باللو غازوز، إنه وقتها بتشربوها في كتير ناس بيقولوا إنه إذا أخذناها مثلا قبل كباية البيرة أو قبل كباية المشروبات الغازية العادية بتروينا وبتساعدنا إنه ما نكتر من الأشياء الغير صحية اللي بدنا ناخدها بحياتنا اليومية. فخدوا هالشغلة بعين الاعتبار. وكمان اللي لازم تعرفوه انه المشروبات الغازية منا صحية ابدا ابدا، وما بتعتبر بمواساة الماء الغازية. فمشان هيك جربوا قد ما فيكن ركزوا على المي ان كانت عادية او ماء غازية. واهم شيء تعرفوا انه هي ما بتعطي وحدات حرارية ابدا. في ناس ما بتحب تشرب مي ابدا، فانا بنصحكن اذا لا بتحبوا المي ولا المي الغازية، فيكن تحطوا مثلا بردقانة تقصوها وتحطوها بالليل كل الليل بقلب المي، بتطعم طعمة طبيعية وبتخليكن تحبوا المي يمكن اكتر. غير البردقان فينا نزيد خيار، فينا نزيد سينامون ستيكس، فينا نزيد مطيبات تانية يلي بتعطي هالطعمة، مثل مثلا العصير الحامض، شوية عصير حامض ممكن يعطي هالطعمة يلي انتو تستحلوا انكم تشربوا المي. واللي بيضحك انه في ناس بيفكروا انه هن عندهم حساسية على المي. انا بأكد لكم انه ولا ممكن يكون في انسان على وجه الارض ممكن يكون عنده حساسية على المي.